بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في ال expressions. في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف إذا ال expression في variable. إحنا قلنا إن ال expression عبارة عن خليط من القيم وال variables وال methods وغيرها، لكن ما شفنا إلا في الدروس السابقة ما شفنا ال operators و values literal values يعني. ففي هالدرس راح نستخدم variables. طبعا ما راح يكون الفرق كبير، لكن فقط يعني عشان نتأكد ان نكون فاهمين الشيء هذا، خصوصا انه طبعا دائما انت لما تكتب برامج او لما تقرأ برامج دائما راح يكون فيها غالبا الاكسبريشنز راح يكون فيها variables. فبكل بساطة لما نقول مثلا expression x زائدا 2 زين الفاليو، او لما نسوي ايفالويشن للاكسبريشن هذا، الفرق الوحيد بين الايفالويشن للاكسبريشن هذا والايفالويشن الاكسبريشن زي 1 زائد 2 اننا لازم نعرف قيمه x. فمثلا لو قلنا 1 زائد 2 ايفالويشن يساوي 3 زين، x زائد 2 الايفالويشن لازم اول نعرف قيمه x. فلو كانت مثلا قيمه x 2 اذا راح تكون قيمه 4. لو كانت قيمه x اللي مخزنه في 2 راح يكون الايفالويشن للاكسبريشن 4. هذا هو الفرق الوحيد زين، انه قيمه الاكس تتغير على حسب تنفيذ البرنامج. فاذا الاكسبريشن في البرنامج ممكن يكون له اكثر من قيمه على حسب تنفيذ البرنامج والقيم، مثلا اذا كان اكس انبوت من المستخدم او حاجه ثانيه. طيب خلونا نشوف المثال، خلونا نشوف نحاول نحل المثال الـ هذا. هذا مثال فيه ثلاثة أو أربعة expressions زين. هذا الاكسبريشن الأول، هذا الاكسبريشن الأول، وهذا الاكسبريشن الثاني، وهذا الاكسبريشن الثالث، وهذا الاكسبريشن الرابع زين. لاحظ أن الاكسبريشنز في assignment statement مضبوط. نستطيع ان برضو نقول انه هذا expression وهذا expression وهذا expression، simple expressions ما فيها الا variable واحد مضبوط، لكن حنا طبعا يهمنا انه ال expressions هذه. نبغى نشوف كيف نحسب ال expressions هذه لما يكون في عندنا variables. طبعا expression الاول ما في variables لان ما في اي variables، فنحسب قيمة x اولا. بعد كذا لما نجي نحسب قيمة y طبعا راح نحتاج قيمة x اللي حسبناها هنا. هذا هو الفرق الوحيد. فخلوا نبدأ بالعملية. فإذا أولا نبدأ بالإكسبريشن 3 في 15 ناقص 4 في 2 زائد 3 زائدا 1. خلونا نحسب الإكسبريشن هذا. طبعا عشان نحسب الإكسبريشن لازم نحتاج نروح نكتب الإكسبريشن هذا عندنا. فخلونا نشوف خلونا نكتب الاكسبريشن طيب نقول 3 في 15 ناقص 4 في 2 زائد 3 زائد 1. هذا هو الاكسبريشن اللي قيمة الاكس، اكس اسندنا لها القيمة هذه مضبوط. فكم القيمة هذه؟ طبعا هذا تسكيرة القوس اللي هنا. طيب زي ما قلنا في الدرس السابق، أول شيء نسويه بما أن عندنا أقواس أن نحسب قيمة الأقواس. فعندنا القوس هذا زين اللي عندنا في وسط قوس ثاني زين، لكن طبعا احنا ناخذ أول شيء ناخذ القوس الخارجي آخر واحد أكبر واحد هنا وناخذه على جنب نحسب قيمته. فلما يقول هنا عندنا 3 في قيمة القوس اللي عندنا هنا. طيب كم قيمة القوس؟ فممكن نحسبها هنا. القوس هو عبارة عن 15 ناقص 4 في 2 زائد 3 زائد 1 زين. طيب نبغى نحسب الاكسبريشن هذا بما أن في قوس هنا عندنا، فإذا لازم نحسب القوس اللي جوا، نحسب قيمة اللي جوا القوس، بعد كذا نحسب قيمة الاكسبريشن. طبعا ممكن نفتح هنا واحد جديد ونحسب 2 زائد 3، بس طبعا واضح أن 2 زائد 3 هو 5. فإذا عندنا هنا 5 وننزل الاكسبريشن كما هو 15 ناقص 4 في حسبنا هنا قيمة القوس
زائدا واحد. دائما الأقواس لها الأولوية المطلقة. وإذا كان عندنا قوس جواه قوس زين، فإن أول نبدأ بالقوس اللي برا هنا، نأخذ القوس اللي برا لوحده، ثم بعد كذا نحسبه كأنه expression جديد، فنحسب هذا كاملا كأنه expression جديد. طيب الآن بدينا نحسب، طبعا الآن راحت الأقواس كلها، فبما أن راحت الأقواس كلها نبغى نحسب الاكسبريشن هذا مضبوط، ننزل الجمع وننزل الطرح زين، ويبقى لنا الضرب، لأن الأولوية دائما للضرب، دائما نحسب الضرب بعد كذا نحسب الجمع والطرح، ما نبدأ نحسب الجمع والطرح إلين نخلص من الضرب والقسمة، حتى أنها تختفي كل إشارات الضرب والقسمة. فهنا طبعا 4 في 5 بعشرين زين، فإذا الآن اختفت كل إشارات الضرب والقسمة. إذا الآن نحسب الجمع والطرح، طبعا الأولوية دائما تبدأ من اليسار، إذا راح نقول 15 ناقص 20 أولا، نبدأ من اليسار زين، عندنا طرح وعندنا جمع، فإذا نبدأ أولا بعملية الطرح هنا، بعد كذا ناخذ الإكسبريشن الكبير هذا زين. طيب 15 ناقص 20 ناقص 5 زين، وزائدا 1 ناقص 5 زائد 1 ناقص 4، إذا القيمة هنا ناقص 4، هذه هي قيمة الإكسبريشن اللي حسبناه هنا. 3 في ناقص 4 تساوي ناقص 12، إذا الإكس عندنا هذه قيمتها ناقص 12. خلصنا الآن من السطر الأول، أنا تعمدت أنه يكون يعني شوي معقد حتى نراجع مراجعة إضافية وتمارين إضافية على كيفية حساب الإكسبريشنز. إذا لو رجعنا هنا للإكس عندنا هنا، لاحظ أنه قيمة الإكس هنا راح تكون ناقص 12. الآن نجي نحسب الواي زين، البرنامج لما يجي يعني الآن احنا طبعا جالسين كأننا ننفذ البرنامج زين، كأنه يعني في السؤال قال لك عطني الناتج، عطني ناتج حق الإكس والواي والزد هنا وش راح يطبع البرنامج زين. فالآن نجي نحسب قيمة الإكسبريشن هذا عشان نحسب عشان نعرف قيمة واي زين. فخلوا الآن نروح نشوف الإكسبريشن هذا كم قيمته زين. طيب خلونا نكتب الإكسبريشن مرة ثانية عندنا، طبعا قيمة الإكس ناقص 12، فراح نمسح كل شيء هنا عندنا زين، والشيء الوحيد اللي نبقيه هو أننا نكتب عندنا حتى ما ننسى نقول انه قيمة الاكس، خلونا نكتبها هنا على جنب، نقول اكس تساوي ناقص 12 زين. بعد كذا خلونا نكتب الاكسبريشن اللي اخذناه قبل شوي اللي هو الواي زين، اللي هو عبارة عن 5 في اكس زائدا اكس ديف 3 زائدا اكس زين. طيب كيف نحسب الاكسبريشن اذا كان فيه variables؟ بكل بساطه فقط نحتاج اننا نعيد كتابه الاكسبريشن بقيمه الفاريبل اللي عندنا زين. قيمه الفاريبل كم؟ ناقص 12. ليش سوينا الشيء هذا؟ لانه لو نرجع تنفيذ البرنامج اولا راح ينفذ الجمله هذه statement هذه زين، يحسب لنا الاكسبريشن اللي موجود جوا statement، فالاكسبريشن هذا حسبناه طلعت قيمته ناقص 12 خزناها في x. الآن جينا نحسب statement، ننفذ statement الثانية، statement الثانية فيها expression هذا زين، expression هذا يعتمد على قيمة x، قيمة x اللي أخذناها من وين؟ أخذناها من هنا، واضح؟ آخر قيمة ل x، هذا شيء مهم جدا، آخر قيمة ل x، قيمة آخر قيمة ل x هي ناقص 12، فإذا قيم x اللي هنا راح تكون ناقص 12، فنرجع للإكسبريشن اللي عندنا هنا ونعوض عن x ناقص 12. خلوني أكتبه بلون مختلف شوي عشان يعني لعله يكون أوضح. فنقول نعيد كتابة الإكسبريشن هنا، طبعا لاحظ أني أهملت الأقواس، أهملت كل شيء. أول شيء بما أن عندي variable له أولوية على الجميع، لازم أول شيء أحط قيمة الفاريبل، فإذا هنا x 5 في ناقص 12 زائد ناقص 12، هنا حطه بين قوس بس عشان ما أضيع القيم، تقسيم 3 طبعا القوس هنا زائد برضو نفس الشيء هنا ناقص 12 مضبوط واضح. فإذا هذا هو الإكسبريشن بعد ما عوضنا بقيمة الإكس زين، طبعا بما أن القيمة سالبة يعني نحطها بين قوس عشان ما ننسى.
مضبوط. ممكن نعيد على أساس القيمة السالبة، عشان عندنا القيمة السالبة هذه بس عشان نتخلص منها، ممكن نعيد مرة ثانية نقول 5 في ناقص 12، طبعا ما في مشكلة هنا، زائد والناقص تروح لنا طبعا ناقص 12 زين، وهذه من أساسيات الرياضيات. 3 زائد والناقص هنا ناقص 12 زين. فإذا هذا هو الإكسبريشن الجديد اللي عندنا. الآن صار عندنا expression بvalues فقط بدون أي variables، فالآن نبدأ نطبق نفس الطريقة اللي تعودنا عليها. أولا نحسب الـ 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 القوس، فنكتب نعيد كتابة expression 5 في ناقص 12 ناقص 12 على 3 ناقص 12 اللي هي ناقص 9. واضح؟ إذن أول شيء فكينا القوس، بما أنه قوس بسيط وكذا ما يحتاج نروح نحسبه لوحده على جنب يعني، على طول عوضنا قيمته، نزلنا الإكسبريشن زي ما هو بس بعد ما عوضنا بقيمة القوس هذا. الآن عندنا الإكسبريشن هذا زين. طيب الآن حنا قلنا الخطوة التالية أننا ننزل عمليات الطرح والجمع. طبعا لاحظ أنه هذه ليست عملية طرح، هذه فقط إشارة أنه ناقص 12 هنا هنا زائدا ناقص 12 زين. إذن راح نجمع زائد ناقص، أو هي بالحقيقة زائد ناقص 12 هي نفسها ناقص 12. إذن هنا عندنا هنا ممكن نحط الأقواس بس عشان ما نتلخبط يعني مع عملية الضرب. إذن هنا عندنا عملية طرح، وراح ننزل عملية الطرح زين. عندنا هنا هذا جزء وهذا الجزء الثاني. قلنا أول شيء ننزل عملية الطرح والجمع، عندنا عملية طرح واحدة زين. هذه إشارة هنا، هنا إشارة وهنا إشارة، ما هذه فيها عملية طرح فعلا مضبوط. على الرغم من أن جت إشارة، هي طبعا عملية جمع زائد الناقص، فهي نفسها الناقص ناقص 12. طيب الآن نحسب اللي على اليسار، 5 في ناقص 12 زين، طبعا تظل الإشارة السالب عندنا مضبوط. 5 في ناقص 12 ناقص 60 ناقصا ناقصا زين 12 تقسيم ناقص 9، طبعا هذه القسمة بباقي، فمعروف أن الناتج واحد زين. لكن طبعا انتبه هنا أنه بما أنها زائد 12 يعني حنا هنا نزلنا عملية الطرح، فزائد 12 تقسيم ناقص 9 هي ناقص ناقص 1، عفوا هي ناقص 1 زائد 12 تقسيم ناقص 9 هي ناقص 1 زين. وهذه طبعا عملية رياضيات يعني مفروض أن يعني تكون تعرفها من المتوسطة أو الثانوي زين. فإذا طلع الناتج ناقص 60 ناقص ناقص 1 اللي هي ناقص 60 زائدا 1، فيطلع لنا الناتج هو ناقص 59 زين. إذن هذه القيمة هي قيمة y، القيمة هذه هي قيمة y زين. إذن القيمة اللي هنا عندنا هي قيمة y زين. قيمة الإكسبريشن هذا ناقص 59 اللي هي قيمة y. الآن نجي نحسب قيمة z. z طبعا تستخدم قيمة y زين. فإذن قيمة z هي ناقص 59 زائد 3. خلونا نجي نحسب قيمة z، نقول هنا عندنا y، نكتب الإكسبريشن y زائد 3 زين. وحنا نعرف أنه ال y عندنا قيمتها تساوي ناقص 59 زين. فإذا أول شيء نيجي لما نيجي نحسب الإكسبريشن بشكل سريع، نقول نعوض بالقيمة اللي عندنا نفسها، فنقول أنه ناقص 59 زائد 3 زين. والناتج طبعا واضح جدا أنه راح يكون ناقص 56 زين. ناقص 50 زائد 3 ناقص 56. إذن هذه قيمة z زين. إذن ال x ناقص 12، ال y ناقص 59، ال z ناقص 56 زين. طبعا حنا إلى الآن وين وصلنا؟ وصلنا هنا. الآن باقي لنا هذا الأخير هنا. لاحظ أنه قيمة x الجديدة راح تستخدم قيمة x القديمة بالإضافة لقيمة y و z. فإذا هذا expression في قيم عدد قيم متغيرات، راح نستخدم قيمة
X القديمة عشان نحسب قيمة X الجديدة. زين، فبالتالي خلوا نكتب الإكسبريشن هذا عشان نحسبه مرة ثانية. خلوا نبقي قيمة X، هذه قيمة X، هذه قيمة Y، خلوا نحفظ قيمة Z عندنا هنا، نكتبها مرة ثانية، نقول هنا Z تساوي ناقص 56، وبعد كده عشان كذا وبعد كذا نبغى نمسح الجزء السابق اللي كتبناه نشيله. زين، الآن خلونا نكتب الإكسبريشن اللي عندنا لقيمة X، اللي هو X في 4 زائدا Y ناقصا Z تقسيم 2 ناقص 4، اللي هو بالضبط هو الإكسبريشن اللي شفناه هنا في الأخير. زين، الآن نحسب القيمة هنا، نحطها في X إذا خلصنا، تصير قيمة X الجديدة. بس لاحظ أن لما نجي نحسب نستخدم قيمة X القديمة، وهذا شرحناه في دروس سابقة لما تكون X على اليسار واليمين الـ assignment statement. زين، قيمة X القديمة أو الحالية هي ناقص 12، مضبوط؟ فإذا نجي نحسب هنا، أولا نبدأ الخطوة الأولى هي التعويض، عملية التعويض بالقيم المتغيرات، فنقول ناقص 12 نحط بين قوسين في 4 زائدا ناقص 59 ناقصا ناقص 56 قيمة الزد تقسيم 2 ناقص 4. الآن عندنا قوس، هذا هو القوس، أرجو أن يكون واضح. طبعا هذه القوس بس عشان نحافظ على علامة السالب، ممكن نشيلها يعني. طيب، عندنا قوس هنا ما يحتاج نحسبه على جنب، لكن هو طبعا هو الأهم الآن، مقدم على الجميع. فخلونا نكتب الإكسبريشن مرة ثانية، ناقص 12 في 4 طبعا زائد ناقص 59 هي نفسها ناقص 59، نفس ناقص ناقص 56 هي زائد 56 تقسيم 2 ناقص 4. زين، 2 ناقص 4 هي ناقص 2، نحطها بين قوسين هنا، واضح؟ طيب، الآن عندنا هذا الإكسبريشن، تخلصنا من القوس. زين، القوس الباقية هي فقط عشان نبين إنه هذا عدد سالب فقط، مضبوط؟ الآن نبدأ نحسب، نجي نحسب هنا، ننزل عملية الجمع والطرح زي ما هي، هذه الجمع وهذه الطرح. هنا عندنا 59 فسهلة يعني ما يحتاج لها حساب. عندنا هنا عملية قسمة وهنا عملية ضرب، فنحسب عملية الضرب. طبعا هنا راح نحسب عملية الضرب وهنا راح نحسب عملية القسمة. ناقص 12 في 4 ناقص 48، زين، نحافظ على الإشارة. 56 ناقص تقسيم ناقص 2 بناقص 3 أو عفوا 28، ناقص 28، أتمنى أن يكون حسبتها صح. زين، طيب، فالآن نجي نحسب الناتج النهائي. نحسب أولا عملية الطرح اللي عندنا هنا، بعد كذا نحسب العملية الجمع هذه كاملة. زين، فإذا أو خلونا ننزل الجمع، عفوا الجمع ناقص 8 أو ناقص 28، زين، حطه بين قوسين، ناقص 48 وناقص 59 هي عبارة عن 100 أو ناقص 107 أظن. طيب، ناقص 107 زائد ناقص 28 اللي هي تطلعنا هي ناقص 107 وناقص 28 اللي هي ناقص 136، ناقص 136 أو 135، ناقص 135. زين، طبعا أنا طلع في إشارات سالب وموجبة، يعني حاولت شوي يعني يعني عشان تشوف كيف يعني المسألة، النهاية المسألة سهلة يعني، هي فقط رياضيات يعني تنتهي في رياضيات. أهم شيء إن دائما نجينا نحسب الإكسبريشنز نتبع الأولوية. زين، إذا كان عندنا variables تكون الأولوية دائما نعرف قيمة الفاريبل، نعوض قيمة الفاريبل في البداية أول شيء.
بعد ما نعوض قيمة الفاريبل الأولوية التالية هي للأقواس. زين، بعد ما نخلص من الأقواس نبدأ بعمليات الضرب والقسمة، بعد في آخر شيء تكون الأولوية لعمليات الجمع والطرح. زين، إذا تكون القيمة هنا ناقص 135، وهذه هي قيمة x الجديدة. زين، إذا قيمة y ناقص 59، قيمة z هي ناقص 56، قيمة x الجديدة الأخيرة هي ناقص 135. فإذا جينا هنا لعمليات الطباعة هنا، زين، راح نطبع قيمة x الجديدة، وراح نطبع قيمة y، وراح نطبع قيمة z. خلونا ننفذ البرنامج نشوف كم تطلع النتيجة. طلع لنا قيمة x الجديدة ناقص 135، هذه فعلا نفس اللي حسبناها. هنا هذا الناتج ناقص 135، هذه قيمة x الجديدة. قيمة y الجديدة هي ناقص 59، مضبوط زي ما حسبناها هنا، ناقص قيمة y ناقص 59. قيمة z الجديدة هي ناقص 56، أو قيمة z هي ناقص 56، وهذه قيمة z ناقص 56. بالتالي قدرنا نطبع مخرجات البرنامج، أو نعرف مخرجات البرنامج هذا. زين، ونحسب الاكسبريشنز هذه مع الفاريبلز مع الأقواس مع كل شيء.